الظروف الاقتصادية والإهمال تعصفان بالمراكز الثقافية وتشلان الحراك الثقافي في البلاد. وصول 10 شاحنات وقود إلى مدينة سبها والمباحث الجنائية تتهيأ لتأمين توزيعها على المحطات. مرضى الكلى في الخمس يشكون قلة المواد وعدم توفر البيئة الصالحة للعلاج. مشاهدينا الكرام في العاصمة من قناة النبأ. يعتبر الأول من نوعه في البلاد شهد حراكا ثقافيا وتميزا كبيرا في أيام حافلة بالعمل الدؤوب والبذل المعطاء في مجال الثقافة. هو بيت الثقافة في مدينة الزاوية الذي يعاني اليوم الإهمال ما يهدد استمراره منارة للثقافة. نتابع المزيد. هو الوجهة المفضلة والأولى لإقامة النشاطات السنوية والدورية لمؤسسات المجتمع المدني والمحاضرات والندوات. بيت الثقافة في مدينة الزاوية يعد المركب الأول من نوعه في ليبيا منذ عام 2009. يضم قاعة رئيسية للاجتماعات وقاعات فرعية للاجتماعات الصغرى، إضافة إلى المسرح الصيفي المفتوح، إلى جانب جزء مهم منح لدار الكتاب بالزاوية وما تحويه من مراجع وقاعات للمطالعة. طبعا هذا بيت الثقافة اللي تم افتتاحه في سنة 2009. المساحة المسقوفة تقريبا هكتار من المسقوف، 8000 متر مسقوف، الجزء إلى 3 أجزاء. هذا بيت الثقافة. الجزء الشمالي هذا في يوجد به المسرح الصيفي والمسرح المغطى، المسرح الداخلي لإقامة المحاضرات والحفلات والمناشط بجميع أنواعها. الجزء الأوسط لهذا البيت الثقافة طبعا الآن استغل من قبل دار الكتاب في مدينة الزاوية، وهو كان خاص بالفنون التشكيلية والمعارض التي سوف تكون في مدينة الزاوية، ولكن الآن تم استغلالها من قبل دار الكتاب في مدينة الزاوية، حيث تم فيها الكتب من مختلف الأصناف ومختلف العناوين تم إحضارها لهذه المكتبة والتي خدمت مدينة الزاوية وكل طلاب العلم الذين داخل المدينة وخارج المدينة، وكل طلبة العلم يأتوا إليها من كل مكان للبحث عن البحوث العلمية بخصوص رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها من الدراسات. بقى القطع الآخر وهو خدمي إلى حد كبير، ويستغل معظم الأعمال الوقتية الأشياء التي مستعجلة فيها مختنقات من الزاوية، فيستغل في هذه المكاتب كمكاتب وقتية لحل بعض الأزمات. طوال السنوات الماضية شهد بيت الثقافة نشاطات وفاعليات استضافتها المدينة من مناسبات وطنية ومهرجانات شعبية وثقافية، وذلك بعد انتقاله من مبنى صغير وسط المدينة إلى المبنى الجديد بإمكانياته الكبيرة. المكان اللي احنا فيه هذا كله يعتبر مع بعض كله بيت ثقافة، كمبنى بالكامل يعتبر بيت ثقافة. الجانب الشمالي هدايا طبعا الآن يستغل لإقامة المناشط الثقافية والأدبية والحفلات والندوات، ويعتبر يعني دار ضيافة واستقبال لكل الوفود التي تأتي لمدينة الزاوية اللي لها عمل في مدينة الزاوية من خلال ما يحدث في هذه الدورة من بعض المشاكل أو لحد ما بين المناطق يتم حلها في هذا المكان، دائما يلتقي فيه الأعيان والحكماء والوجهاء، أيضا يحضر فيه المجالس المحلية عندما كانت في تلك الفترة المجالس المحلية. شهد عدة مصالحات، شهد عدة أعمال جليلة كانت لصالح الدولة، مؤتمرات كبيرة جدا على مستوى الدولة أيضا تم عقدها وأنشأ في هذا المكان في بيت الثقافة في مدينة الزاوية. أيضا قيمت فيه عدة حفلات فنية
سهرات وأمسيات فنية كانت لفرقة من خارج ليبيا، فرقة المالوف الجزائرية، فرقة مالوف من تونس، فرقة الزاوية المالوف المشاحات، أيضا الفرق الفنية، بعض الفرق الفنية الأخرى، أيضا فرق مسرحية لمهرجان الطفولة على مستوى المنطقة الغربية بالكامل. يوجد مسرح صيفي موجود في هذا المكان، هذا المسرح الصيفي يقيم فيه المهرجان الطفل، عدة مهرجانات للطفولة أقيمت في هذا المكان. أيضا معظم مناشط مؤسسات المجتمع المدني كانت تقام لحد الآن في هذا المكان. لكن هذا الحال لم يدم طويلا بالمركب الذي بات يعاني إهمال الجهات المسؤولة، مما تسبب بتسرب مياه الأمطار إلى داخل بعض أقسامه، وكذلك إهمال الحديقة الخارجية للمجمع. افتتح في 2009، هذا المكان افتتح في 2009، لكن الآن يعاني من عدة مشاكل، يعاني من عدة نتيجة محادثة في أثناء الثورة، من مشاكل، من بعض الاعتداءات من قبل الشباب على المؤسسات الدولة، فتمت سرقة عدة أشياء كبيرة جدا ومهمة جدا. تم سرقة التكييف المركزي، تم سرقة بعض الشاشات، بعض الأشياء التي كانت تعرض مباشرة من ضمن القاعة، اللي الصوت اللي كان موجود في القاعة تم سرقته أيضا. فهذه المشاكل تعتبر هي أهم المشاكل اللي يواجه في بيت الثقافة. الآن نتمنى من الهيئة العامة للثقافة، المؤسسة العامة للثقافة، بحكم أن هذا المكان يتبع تبعية مباشرة إلى الهيئة العامة للثقافة، أن هي ترى لهذا المكان، لهذا المرفق، وتدعم هذا المرفق. الآن عندنا عدة أشياء نقصتنا، في بعض الزجاج مكسر، نتمنى من الهيئة أن هي تقوم بصيانة بعض هذه الأشياء لكي يرجع إلى طبيعته الأولى، ويقدم الخدمات الجليلة والخدمات اللي ترجع بمنظور إيجابي للهيئة العامة للثقافة، سواء كانت على مستوى الوزارة في طرابلس أو كانت على مستوى الهيئة هنا في مكتبها في مدينة الزاوية. ومع انتخاب مجلس بلدي جديد للمدينة، يأمل القائمون على بيت الثقافة بالزاوية من المجلس إيصال صوتهم إلى المسؤولين بهيئة الثقافة للالتفات إلى احتياجات المركب الأساسية ومتطلبات النهوض به، ليؤدي دوره الثقافي والعلمي بالشكل الملائم. وصل إلى مدينة سبها 12 شاحنات وقود لتوزيعها على المحطات في المدينة. وقال رئيس جهاز البحث الجنائي في سبها مختار السايح للنبأ إن الأجهزة الأمنية في المدينة وضعت خطة لتأمين وصول الشاحنات إلى محطات التوزيع. وفي هذا الشأن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس جهاز البحث الجنائي من سبها السيد مختار السايح. أهلا ومرحبا بك. بداية، وصلت حتى يوم أمس 10 شاحنات وقود، هل هذه الكمية تكفي حاجة المنطقة برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شيء نشكر قناة النبأ على الاستضافة. هذه الاحتياجات تعتبر يعني كمية بسيطة جدا، ما تقضي حتى جزء بسيط من مدينة سبها. وفي قبل أيام السابقة يعني كان وصول بعض الشاحنات تم توزيعها على المحطات، نفس الكيفية أنت اللي كان تم توزيعها على المحطات. طيب سيد مختار، هل بدأ توزيع الفعلي الوقود في محطات المدينة؟ بدأتم في التوزيع؟ نعم، بدأنا في التوزيع في المحطات، اللي طبعا المحطات هي تعتبر انكم ممكن اربع محطات اللي تم توزيع عليها الوقود، واليوم صارت حظوظة جدا امام المواطنين، ويتم يعني دخول السيارات عن طريق التنظيم الشرطة والجماعة القائمة هي على المحطة. طيب ما هو دوركم أنتم كجهاز بحث جنائي في عملية التوزيع وتأمين وصول الوقود للمحطات بشكل آمن سيد مختار؟ نحن نقوم بتأمينها من مدينة الشاطئ إلى عند وصولها لمدينة سبها، وتوزيعها على المحطات، يعني حتى يتم توزيعها على المحطات نحن نقوم بمرافقة الشاحنات هذه حتى دخولها المحطة، بعد ما تتم تفريغ المحطة الكمية اللي هي خلصت لهذه المحطة
فلذلك طبعا نقوم بالإشراف عليها. يعني مثلا فضلنا اليوم كم نقيسوها مخزنات، يعني كم فيها. بعد ما يتم فتح المحطة مثلا اليوم نهاية الدوام نجي نفس البرنامج نقيس كم صرفها، وكذلك يعني اليوم الثاني الصباح قبل ما تفتح المحطة نجي نقيس الوقود كم اللي تم صرفها، وهذا يجي طريقة التقييم بتاعت الإسراف على الوقود. طيب سيد مختار، هل تتابعون آلية توزيعها للمواطنين أم تكتفون بوصولها إلى المحطة فقط؟ لا طبعا نتابع فيها توزيعها للمواطنين. بصراحة في بعض المحطات اللي هي عندها بعض الإشكاليات، لكن في بعض منها بنشكرهم يعني صراحة يعني ناس تفهم معنا وماشيين كويس، لكن في بعضهم محطة ولا اثنين هذه اللي فيها بعض الخرافات. طيب هذه الإشكاليات التي ذكرتها حضرتك كيف يتم تجاوزها من قبل المحطات التي ذكرتها؟ والله احنا طبعا دارين عندنا إجراءات نقوم بها، سواء كان المحطة هذه التزمت بالقواعد اللي احنا حطيناها والشروط اللي احنا حطيناها. فطبعا لا، ولو ما التزمت لقينا فيها خلص تم مخاطبة الشركة وإقفال هذه المحطة. طيب سيد مختار، هناك أزمة وقود وبيع خارج إطار المؤسسات المعنية في الجنوب عموما، ترى ما هو حجم الخروقات التي سجلتموها في السابق وكيف ستحاولون دون تكرارها سيد مختار؟ والله هي طبعا حجم الخروقات هو كبير جدا. يعني تم من قبل الشركات من قبل تم بيع الوقود لمحطات خاصة وتخش عن طريق التهريب. وهذه الامور نحن ما قدرناش يعني كيف نحاربوها، لان ما عندناش بديل، ما عندناش يعني مثلا وقود المحطات العامه اللي مستقلتها اليوم هنا المحطات الخاصه، قاموا بالتهريب مثلا من الزاويه من كذا ويجيبوه هنا يعني عن طريق التهريب. طيب احنا حاولنا تو انا بتشوف تفضل. نعم. ايوه نعم. اكمل تفضل. نحن تو بالطريق هذا نتاع اللي نجيبه في المقاعد والقوات، مثلا نجيب مقاعد مقدسة المحطه طول اتصدق المحطه اللي هي المحطه العامه. فالطريق هذا قلنا نحاربوا بها الظاهره هذه، الظاهره نتاعت التهريب هذا وبيع الوقود يعني بشكل مش قانوني الصراحه. نعم طبعا ازمه الوقود ليست بالجديده، هل هناك تواصل مع الجهات المختصه من اجل انهاء هذه الازمه من جذورها سيد مختار؟ والله تواصلنا، احنا نتواصل فعليا مع يعني نتواصل مع الجهات اللي هي مختصه ومحاربه هذه الظاهره نتاع تهريب الوقود ونحاول كيف نحل هالازمه هذه. ما هو ردهم سيد مختار؟ ما هو الرد؟ والله يعني هم مرحبين كلهم، ما فيش واحد يعني تقول هذه تعرض عليه مثلا فكره كيف تامين الوقود ووصول المواطن، ما في واحد يعرض يقول لك ما يعني، لكن في امور تحصل في الخفاء. نعم. رئيس جهاز البحث الجنائي كنت معنا عبر الهاتف من مدينة سبها سيد مختار السايح، شكرا جزيلا لك. قال عدد من مرضى الكلى بمستشفى الخمس العام أن المستشفى تشكو أقسامه نقصا حادا في المعدات والأدوية، وأضاف المرضى أن المستشفى يقدم خدماته لمرضى الكلى بمعونة أهلية وأنهم يعانون فيه ظروفا صعبة ناتجة من عجز المستشفى عن توفير ما يلزم لعلاجهم ويخفف من معاناتهم. يذكر أن المستشفى يقدم خدماته لسكان المدينة وما جاورها، ويعد الوجهة الوحيدة التي توفر أجهزة غسيل الكلى. ابراهيم عياد الشاوش. طبعا احنا بالنسبه لمرضى الكلى نعاني في بعض الاشياء اللي المفروض ان هي تكون متوفره عندنا، مثلا فيها انواع من الادويه المفروض مريض الكلى ياخذها بعد كل جلسه، مثلا الايبريكس، بعض انواع الفيتامينات، كالسيوم، هذا مش متوفر ويا ريت الدوله توفرهن. كذلك المفروض يكون فيه عناصر تحاول ان هي كيف تساعدنا مثلا في تعقيم الاجهزه، في تعقيم الاسره متاعنا، يعني مش معقوله مثلا ان نخش على السرير كان عليه مريض ثاني متنطر منه دم وغيره وانا هو اللي ننظف فيه، لان يعني مرات ما عنديش جهد، ما عنديش تركيز. المفروض يكون فيه عناصر موجوده هنا تقوم بالعمل هذا غير
متوفر. كذلك من ناحية النظافة للمكان اللي احنا نشتغلوا فيه نهار فيه وعشرة ما فيش. الشيء الثاني بالنسبة لتوفر المواد، المواد فيها نقص يعتبر شديد، لولا بعض الناس اللي هي تحاول انها كيف تساعد بطريقة شخصية القسم راهو ليه فترة وهو واقف. فيا ريت الدولة تنظر للشيء هداي وتقوم بواجبها معنا، يا ريت ينتبهوا للمرضى لأن فيه قطاع اللي هو قطاع غسيل الكلى، المريض فيه مسكين ما عندهش جهد حتى مرات للحركة حتى في حوشة. فيا ريت الدولة تهتم به وتعطيه حقوقه كما يجب، والحقوق متاعها معروفة حتى على مستوى العالم. تمشي لأي دولة يقول والله مريض الكلى راه يستحق ويستحق ويستحق ويستحق. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. أعرب عدد من تجار الذهب في مدينة نالوت عن قلقهم إزاء عزوف المواطنين على شراء المعدن النفيس، وقال تجار الذهب في نالوت إنهم قلقون على مستقبل هذه المهنة، مشيرين إلى أن بعضهم اضطر إلى إقفال محلهم أو الاتجاه لباقي الذهب الإفريقي الذي يشهد إقبالا لدى المواطنين لقلة سعره. ما فيش إقبال بكرة على الذهب، شبه فيها بضاعة في 3 سنين وفي عامين مش ماشية بكرة. الناس تتجه للإفريقي والفضة. والسوم يعني كل يوم تشوفي السوم لسوام يعني ما شاء الله كل يوم السوم السوم متعالي كل يوم يعني بسوم الصبح تلقى ممكن بسوم العشية يجي يقول لك الزبون يقول لك كيف انت الصبح سومت بشكل والعشية هذا يتعامل مع العملة ومع السوق السوداء السوق. يعتبر السحب ضئيل جدا يعني ما لحد ان المواطن ما بدا حتى ما عادش يسال على الذهب بصفه عامه متى بالكليه يعني. فنسال الله عز وجل يفرج عنا هذه الكربه. وازمه شديده اشتدت خاصه الايام الاخيره لان الاقبال صفر 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 يعني ما فيش اقبال بكل نهائيا على الذهب. حتى اقبال على الذهب الافريقي بدا ضئيل جدا. والسبب اللي هو شح السيولة في هذه الأحداث وربي يفرج على الناس إن شاء الله يعني. لم يرضى بأن يبقى عاجزا أمام فرص العمل الضيقة وظروف البلاد وأزماتها المتلاحقة، وراح يبحث في مكونات ذاته عن فضاءات أرحب تتسع لخياله وموهبه لم يكن يكترث لها حينا، حتى صارت مفتاح نجاح وباب رزق عريض. الشاب وليد بشير يحدثنا في الآتي عن تجربته العلمية في صناعة المستقبل وتحدي الصعاب. الاسم وليد محمد بشير، والشغل استاذ ديكور في الصالونات والستاير وتشطيب عام يعني في كفاص العصافير ولوحات السياره وفي الشغل يعني السياره تو ناخذ فيها في لوحات سيارات سقفها عندك في الصالونات والستاير الصالونات العربية والفرنجية خياطة شغل ستاير.
قاعد الآن تو في الشغل لي حوالي من 12 لل 10 سنوات قريب، كي اشتغلت مع شخص والله يسامحه وينقال له حميد ناصف، وتعلمت معها في الشغل قعدت معها حوالي 7 سنوات، وقبل اشتغلت مع ناس تانية كي مرتين أو ثلاثة ممكن من محل لمحل، لكن في الآخر قعدت مع حميد ناصف كملت معاه قريب لعندية لبعد الثورة. فتحت بروحي واستقليت بروحي في مشروعي وبرنامجي، وقاعد لحد الآن قاعد أطور فيه المشروع. طبعا أستاذ تشطيب عام عندك الخدمة في مجال الديكورات زي خدمة البرك نتاع الأحواض الأسماك، وخدمة مطابخ بالحجر والرخام، وخدمة الأكواخ كاتم صوت زي ديار النوم، ديكورات كاتم صوت إضاءة كاملة، خدمة تجليد غرفة الأطفال وتنسيق في الديكورات ما بين الزواج وما بين الأتات، وخدمة في الستائر طبعا على جميع الأنواع ما بين ستائر الحمامات والمطبخ وستائر غرف النوم، وتنسيق طبعا في الديكورات وفي ما بين الزواج والديكورات ما بين الزواج التنسيق والقماش وصيانة ودي استاذ تشطيب عام بيكون كي الشغل كامل، نقدر معنا الخشوش على الحوش ناخذها شبه بالكامل. بخصوص الموضوع غلاء أسعار الذهب في مدينتنا لوط، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي السيد مختار الجديد. أهلا ومرحبا بك. بداية سيد مختار، تحدث الباعة عن عزوف المواطنين عن شراء الذهب، وهذا لما تمر به البلاد من أزمات معروفة للجميع مما سبب ركود في الأسواق، برأيك ما سبيل الخروج من هذه الذائقة؟ طبعا عزوف الناس عن شراء الذهب ربما من قبل الجانب الاخر انه نقطه ايجابيه باعتبار الناس تتوقع في السوق باعتبار ان الذهب مقترن بالدولار، والكل يترقب خصوصا مع فتح التريدات الاستراتيجيه وبعد ان وصل مركزي لبيع الدولار عند مستوى جديد هو 92، الكل يتوقع هبوط الدولار السوق الموازي ومن ثم هبوط اسعار الذهب، وبالتالي الكل يترقب وينتظر هبوط باعتبار ان حاليا الكل يحاول ان يعني يحتفظ بالدينارات اللي عندها باعتبار ان الذهب والدولار ربما سينخفض في الفتره القادمه. طيب سيد مختار، بالتوازي مع عدم الاقبال على الذهب هناك انتعاش لسوق ما يسمى بالذهب الافريقي، الا يمثل ذلك فرصه لنمو تجاره اخرى كالذهب المغشوش مثلا او غيرها؟ حقيقه الذهب الافريقي هو يعني ما نسموش ذهب، هو بديل توفر للناس باعتبار ان ارتفاع اسعار الذهب وصل الى 300 دينار في الفتره القريبه الماضيه، وزي ما نعلم ان في عاداتنا الاجتماعيه الذهب عنصر اساسي من عناصر الافراح، يعني الزواج اللي يتزوج لازم يجيب ذهب، واصبح يعني الناس بدات تقدر في ظروف بعضها ويرجعوا للذهب ما يسمى بالذهب الافريقي، حقيقه الذهب مغشوش هو عباره عن يعني لحظه مقضي بالذهب اللي نقوله مرقوص. طيب سيد الامر طبيعي يعني بظل الظروف الاقتصاديه الصعبه. نعم، طيب بصفتكم خبير اقتصادي سيد مختار، هل هناك تجارب مماثله مثلا حدثت في العالم نجحت في تخطي مثل هذا المأزق الذي نعيشه الان، يمكننا الاستفاده منه واسقاطه على الواقع الليبي؟ لو تذكر لنا بعض البلدان. نعم، لمثل نعم
قلت لك بصفتكم نعم بصفتكم خبير اقتصادي سيد مختار، هل هناك تجارب مماثلة في العالم نجحت في تخطي مثل هذا المقزق الذي نعيشه الآن، يعني يمكننا الاستفادة منه وإسقاطه على الواقع الليبي؟ احنا قد تجربة لينا هي تجربة الليبية نفسها اللي حدثت قبل حوالي 20 سنة في 99 في نهاية القرن الماضي. كان ارتفاع في سعر الصرف كان لحوالي 10 أضعاف يعني، وتم تجاوز ذلك من خلال إجراءات مشابهة لما اتخذ الآن في إجراءات، وأعتقد أن لاحظنا بداية تصحيح في المسار، السيرة بدأت تتوفر بشكل كبير في المصاحف، وأيضا صار الدولار في انخفاض من 6 دينار حاليا 5 دينار انخفاض اكثر. اعتقد التجربه اللي هي التجربه الليبيه نفسها اللي كانت قبل 20 سنه واللي حاليا يتم اعاده انتاجها، نتمنى نشاهد نتائج ايجابيه في الفتره القريبه القادمه. طيب سيد مختار، غلاء اسعار الذهب ان صح القول هي ازمه عالميه يعيشها كل العالم تقريبا، هل هناك بوادر بقرب انتهاء هذه الازمه بحكم متابعتكم للاسواق العالميه سيد مختار برايك؟ طبعا الحديث عن الذهب كمعدن نادر على سعر العالم هذا مرتبط بالسوق العالمي والسوق الليبي او بعيدا عن الاقتصاد الليبي. الذهب هو الملاذ الامن للمستثمرين، لاحظوا ان لما يكون فيه ارتفاع اسعار الذهب او هبوط ونزول مرتبطه بمدى الامان اللي يشعر به المستثمرين، يعني كل ما شعر الناس بالخطر وبالخوف وفي حاله على مستوى الاقتصاد العالمي وفي حاله ترقب في حاله حذر الكل يتجه الى الذهب، ومن ثم ستزيد اسعاره على مستوى السوق العالمي في ظل وجود رفض اقتصادي وحركه اقتصاديه، الكل يبحث عن الدينارات يبحث عن الدولارات يبحث عن اليورو وغيرها عشان يمارس نشاطه الاقتصادي في حاله الرواج، ولكن عندما يكون هناك اضطراب اقتصادي او نوع من الانكماش او عدم الثقه الكل يتجه الى المسمى في الملاذ الامن هو الذهب، كما اذكر صعودا وهبوطا. نعم سيد الخبير الاقتصادي مختار أجديد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. يعد موسم جني ثمار الزيتون من أهم المواسم لدى المزارعين الذين خبروا الأرض ومواسم الزرع، فصارت جزءا لا يتجزأ من حياتهم، بحلوله تعم الغبطة أرجاءهم وتتكاثف جهودهم بغية الحصول على منتوج سليم. مزيد من التفاصيل عن موسم الحصاد ومستحدثه فيه نتابعه في سياق التقرير التالي. نحن الآن في منطقة القساعة بدرهونة، اليوم اللي طبعا هو نعتبره في المنطقة هذه فيها أعداد كبيرة من أشجار الزيتون، واللي الآن واضح هو قدامك جني الزيتون يعتبر في آخر الموسم الآن، طبعا باعتبار أن نظرا لقلة العمالة وطول فترة الوقت اللي الجني اليدوي، فكانت بمجهودات من الدكتور سالم بجلب آلة. الآلة هذه طبعا توفر لك الوقت والجهد وأيضا
توفر ايضا حتى اللي نحن لما توفر لك الوقت في جني الزيتون، حتى الشجره لما كل ما تجنيها بدري وتقلمها بدري حتعطيك السنه الجايه انتاج، ولكن كل ما تتاخر في الانتاج وتتاخر في التقليم فبتكون السنه القادمه انتاجها يا ضعيف يا ما فيهاش انتاج نهائيا. لكن الاله هذه وفرت لنا جهد، تصور ان احنا في اليوم مرات نجني فيه تقريبا 150 مرطة، بما يعدل المرطة 15 كيلو. فمن بدل أنك أنت بتجني هالمزرعة هذه اللي ممكن فيها 400 زيتونة في 3 شهور أو تزيد على 3 شهور، ممكن نحن نجنها في 10 أيام. ثانيا الفائدة الأخرى اللي بتعيد على الفلاح إنتاجها، بيدخل للمعصرة من أول يوم تجنيه بتحوله للمعصرة، بتستفيد أنت مادة الزيت، مادة نظيفة فرش ما فيها الشوائب، نسبة الحموضة نتاعها قليلة. هذا البرنامج الآلة. بالنسبة فيما يخص برنامج الزيتون، ياريت أن تكون وزارة الزراعة تهتم بالفلاح من حيث الإرشاد في عملية التقليب، وتحاول كل سنة تدير لهم يوم أو اثنين حقل للفلاحين في أحد المزارع، أو باعتبار أن ترون كلها بالكامل تعتبر منطقة قوية من حيث كميات الزيتون اللي موجود فيها، فيديروا لهم يوم حقلي كيفية تقليم الزيتون، كيفية مكافحة الآفات، وبالذات آفة حفار الساق الآن بكثرة نشوفوا فيها في عدة مزارع. فهذه تحتاج برنامج صراحة، وتحتاج دعم من وزارة الزراعة لتوعية الفلاح وتوفير الإمكانيات اللازمة للوقاية من حفار الساق ومعالجة الأشجار اللي مصابة بحفار الساق. طبعا زي ما شفتم انتم عندنا آلة لجمع ثمار الزيتون، هذه الآلة تقوم بجمع ثمار الزيتون بطريقة الفيبريشن أو الهز يعني. طبعا ميزات هذه الآلة الجمع السريع، يعني احنا يوميا في يعني بمعدل 7 أو 8 ساعات نجمع في حوالي 100 مرطة، يعني المرطة 13 كيلو يعني تقريبا 1300 كيلو بمعدل يوميا في نص النهار يعني. طبعا المعدة هذه غالية الثمن شوية، وحنا جبناها على القطاع الخاص يعني مش كلفة تقريبا 30,000 يورو، لو ان الدولة بتساعد اكيد كويسة يعني في متناول الكل، لكن مش معقولة كل واحد عنده مزرعة بيدير معدة ب 30,000 يورو حوالي 300,000 ليبيات. لكن هذه طبعا نحن قايمين الان يعني هو نجمع للفلاحين يعني نساعدوا فيهم يعني. والآلة طبعا فيها تحكم زي ما تسمح فيها 14-16 حركة، عندنا 4 كنترول كل واحد يدير فيه 4 حركات، فتعتمد لأن هي هذه الماكينة كويسة لأنها تصعد فوق يعني الشجرة وتمسك في الأفرع الرئيسية بدل من الجذع يعني. فهذه باش هي كانت غالية شوية، الزيت ذات جودة عالية جدا اللي منتج من الجمع الميكانيكي هذا، زي ما قلت لك هو السبب الرئيسي أن ما فيش ما يحدث تعفن أو تخمر للثمار، فالثمار تأتي فرش طازة يعني معصرة ويتم الاستخلاص بطريقة جيدة تحصل عليه منتج كويس. المقتنيات الثراثية ليست مجرد أجسام صماء عفى عليها الزمن، بل هي تاريخ معتق يوثق فصولا من حياة الأمة وحراكها عبر أزمان مختلفة. لكل رواية حفظتها ذاكرة وغابت عن أخرى، اليوم نعرفهم على جزء من موروثنا الشعبي الثقافي. فكرة المعرض والله يتناقش يعني، طبعا احنا عندنا مجال طويل في الفنون الشعبية تقريبا من 63 أنا وأستاذ محمد حواس ومجموعة كبيرة طبعا اللي أسسوا فرقة الزاوية للفنون الشعبية. جت الفكرة بعدين أن احنا أنا ومحمد حواس الله يرحمه درنا فكرة تجميع المقتنيات، طبعا أكثرها اشتري مش ماهيش بلاش، قليل وين واحد يقول لك هاي حاجة خوذ والباقي كله عاز، اللي عنده حاجة عز عليه إلا لما يكبر ولده كذا يلوح.
ايه درنا الفكره هذه وبدينا نجمع ورتبنا امورنا وماشي. قبل حتى عندنا مشاركه مره في اسكندريه وعرضوا علينا وما صارش لان اللباس عندي ناقص مازال ما يعبليش البرنامج. طبعا معرض بسيط للمقتنيات والمعدات زي ما شفتوا، إن كان معدات من الفخار، أدوات الطهي، أدوات التغييز اللي هي اسمها مهراس العود ومهراس الحديد، خاصة لما تظل مجموعة كبيرة هذه يشاركوا بها حتى في رغطة في أيام الفرح قبل الفرح بيومين ثلاثة لتغييز الشعير والطعام. والناس كانت تلم في بعض أيام الأفراح وأيام المناسبات الكبيرة. عندنا معدات الحرث كلها أدوات بعض الجبادة، إن كان المحراض هذا اسمه المحراض السوري، طبعا كبير شوية الحجم، عمرها طويل، عمره طويل ممكن حتى هو في المئة سنة. هذا لا شواء واسع من هنا لأن الجمل اللي بيرفع عشان الجمل، هذا حزام وهذه اسمها سدل، هذا اسمها سدل جاء لعنقرة الجمل، وهذه من لوطة مخنقة اسمها مخنقة، هذا معرض طبعا. نجولي هذا زي ما قلت لكم القرطاس، اسمها القرطاس متاع بيت الشعر، لما بيت الشعر بينصبوه لازم هذه تكون فوق العمود ولنا على عمود واحد. هذا الكريوة متاع البير، بأبار صغيرة طبعا. هذا المعرض خاص للحرث أو للجبادة، لكن البقرة ضعيفة واحدة يركبوها وكان مثل البقرة غليظة ولا الجمل غليظ لازم يكون واسع زي هذا باش ما يضر اللاش رجليه. هذا هو أكثر معارض متاع معرض، معناها مجموعة معارض، هذا كلهم خاصات للحرث والجبادة. نجيو لي هذا المعالف، هذا يجوع للحمار حشاك لأنه صغير شوية مش زي متاع الجمل، الجمل توا كبير شوية وفيه فتحة من تحت يرفع ممكن ضد هذا ثلاث مرات، يرفعوا به في السماد، يرفعوا به أيام ضرب الباب اللي هو المباني زمان حياش الطين، يكروا نقل كل الطين في المعالف. هذه طبعا معروفة الوصلة، هذه الوصلة اللي يرقوا بين النخل، أنت بيذكروا ولا بيهزوا النخل ولا كذا، هذه حتى هي عمرها أكثر من 100 سنة هي، شوفها الحبي قداش يعيش. نفس الشيء هذه كانك تسمع بالمثل يقول لك لحق قرش هذا للدلو، هذه يركبوا فيها في الدلو باش لما ينزل البير رزين، لما ينزل البير هو يغطس قبل الدلو باش الدلو ينقلب لوطه ويتعبى بالماء. طبعا مجموعة الرحيل اللي هم خمسة، هذه زي الرحاه هذه مفروض يروحوا عليها ثلاثة لأن واحدة بروحها واثنين ما يقدروهاش. هذه نفس الشيء حتى هي أقل شوية، هذيك اسمها درواشة الوسطية، هذه وهذيك اسمها درواشة، حتى مرة واحدة ترحي عليهم هي وهذه، أما هذه لازم ثلاثة، وهذه حتى اثنين كويس نفس الشيء. طبعا معروفين هذه قلب الرحى، هذه الرماية هنا فيه التارشة والشياض والقعاد اسمها نفس الشيء. نجول البصور، البصور هذا هو اللي كان ينقل في العروس من بيت أهلها إلى بيت جوزها، وكلها كانت في البصور ولو حتى بعيد لازم تمشي في الجمل، ما عندهاش فاش تمشي زمان حتى كورطين القلال، معناها كان الحاجة الوحيدة اللي ينقلوا فيها في العروس هو اسمه البصور، وفي اللي يقولوا له الهودج، وفي اللي يقولوا له الجحفة، الجحفة هي مفروض تحكي على الموكب وكل اسمه الجحفة، لكن هو اسمه بروحه هنا في الزاوية اسمه البصور بهالشكل. هذيك الحوية هي خاصة حتى الجمل، تركب على الجمل ويركبوا عليها البصور، ولا نقل غراير ولا كل شيء لازم على الكتب، هذاك اسمه كتب. نجو لهذا أدوات التخزين اللي هو زفمة الهدية، هذه اسمها
بقوش، هذاك زير صغير زير أكبر، معناه مختلفة الأحجام. نمشوا غادي لي أدوات الصوف، هون عندنا القراديش وعندنا الخلالة شكلين، والخلالة الصغار هذوكاي خاصات لي للعمل المسدة المتحركة، في مسدة متحركة اللي هي دروبة في العصابة وفي الشملة، هذه حتى في مثل العزايز زمان كان وين تمشي لي يمكن ترفعها معها عادي، حتى ماشي صغيرة تخدم فيها. أدوات لنارة هذيك هنا زي ما شفتوا، لنارة اللي هي الأنبارة والفنارات، وفي واحدة خاصة للمراكب، وفي المكارة هذيك من أيام الفلاك اللي يمشوا بالشراع. طبعا أدوات المياه هذه نقل المياه زمان كانوا ينقلوا فيها هنا على حشاكم على البهم ولا الخيل ولا اللي هي هذيك الشكماجة. طبعا ممكن عمرها أكثر من 140 سنة الشكماجة هذيك، من أيام جدة. هذا طبعا قدور الطهي معروفين، في اللي اسمه قدر وفي اللي اسمه مقفال وفي اللي اسمه كل واحد باسمه. طبعا هذه فتاشة لما دلو يطيح في البير ولا كذا يحضرها ويظل يحوم بالبرشاء، مرات تشد الدلو يطلعوه. هذا طبعا غانجو للأبواب زمان القديمة اسمها غانجو. طبعا هذه غيطة معروفة، هذه اسطوفة ممكن ملحقين عليها الكثير من الناس بالغاز، هذه لمبارة خاصة للمراكب البحرية، فيها مخطافة هنا معلقة. طبعا هذوما إنارة معروفين فنار، عندك هذه بخارة وهذه براد، حتى هو هذه بخارة في العرس يديروا فيها على رأس العروس بالبخور ويدرجوا فيها من إلى. نجو هنا هذا البابور، بابور صغير بتاع الطهي، في اللي مش ملاحق، مش في مجموعة كبيرة مش ملاحق عليه، وهذا البابور الكبير هذا يرموا عليه القدر الكبير ويرموا عليه الطناجر الكبيرة لأن حتى ناره أقوى. نجو لوطة هنا، هذا البرميل المياه، هذا محقن نفس الشيء، هذا سطول، هذه هي مرطة لكن مقلدة مش صح، هذا نص مرطة حقيقية. هذو كبادين جرمان يستعملوا فيهم حتى في الأفراح والتطبيل وتطليع النجمة وليلة الكسكسي، هذا كلهم يستعملوا في البدون، هو بدل طبل بالجلد هم يستخدموا في البدون هذا. طبعا هذو الأمبارات زي ما حكيت لكم، لما هذا فالشو اسمه فالشو، هذا خاص للحصادة القصيبة ولا الصفصفة ولا أي نبات هيك طويل شوي. نجو هنا هذه خباطة متاع صوف، هذا متنحي منها طريف، هي مفروض كاملة، هذا لما يغسلوا في الصوف هي يخبطوا به باش ينضاف الصوف. هذا طبعا راديو من نوعين، هذا حتما قدم بقل حتما. نجو هنا هذه المواد للاستخدام للحولي والعبي وكل ما يمشي مع الصوف، التبسي هذا بالذات يرفعوا فيه في الفرح، يرفعوا فيه لحوش العروس، يرفعوا فيه اسمها قصعة صبرني، هي هذه لما ظل عيلة شوية وناسهم قلال يرفعوا منها ضماء. أيوة هذوك القدور نتاع الطهي جميع الأشكال وجميع الأحجام. نجو هنا هذو المحاش زمان كيف كانوا، هذو المحاش هذه زمان واحد باش لمته يجيبوا الشعير يشوفوها يدخلها في الشكارة هيك من الجنب تتعبى الشعير ويطلع يشبح نوع الشعير شنو باهي ولا بلهون، بدل يفتح الشكارة كلها لا يحشيها في الشكارة ويجبد تتعبى الشعير يعرف شنو فيه. هذو طبعا مواد فخار قدم حتما في اللي واصل عمرها حتى 100 سنة 50 سنة. أيوة هذه بقوشة قديمة بكل، هذه ممكن تاريخها قديم صراحة. هذا كلهم أدوات طهي
اللي هو الكسكاس وهذا حلاب. هذا طبعا الكسكاس وهذا طبعا تحت القدر تعبان شوية. هو عندنا هذاك القدر واللي تحت هذاك اسمه مقفال. المقفال شكل والقدر شكل. نجو هنا للمهريس العود اللي هم مصنوعين من عود الزيتون، حتى هم أشكال ولوى أنواع كبيرة وأنواع صغيرة زي ما قلت لكم. هذا مهراس حديد اسمه مهراس حديد. هذوك القفال متاع الأبواب زمان متاع حياش الطين، حتى يحجى على كبر الباب القفل يكون زيه نفس الشيء. الأطباق طبعا معروفين، الأطباق هذه بلغة، بلغة متاع فرسان ولا عريس ولا أي شيء. هذا قصع العود، قصعة عود مصنوعة من الزيتون، من عود الزيتون. هذه قصعة كبيرة، هذا نفس قصعة هي. هذه لما كانت الحوش كانوا يسكنوا فيه بالسبع عائلات، سبع أخوت، السبعة يأكلوا فيه مع بعضهم. بعد يتعشوا هم ولا يتغدوا نوضوا يقعمزوا نسوين، بعد ينوضوا نسوين يقعمزوا الصغار، يبدأ واحد يرجي في واحد بهالشكل. والله بيودنا مفروض في مكان مخصص لجمع المقتنيات وللحاجات الثراتية، لأن خلاص اندثرت الأمور هذه ولا فيه واحد يعرفها ولا حتى يقول لك أنا ما سمعتش بها بك. طوي هلبة طلبة وحتى ناس كبيرة رأوا حتى موليد الخمسينات في الحاجات ما يعرفهاش، يقول لك هذه شني وهذه كشني لأن مش معاصرها. لكن احنا شبه معاصرينها، مش هذاك لكن الباهي معقول. طو واحد عمره قريب 70 معناها مش رايحة مننا الأمور هذه. وإن شاء الله في المستقبل نبو من يهتم بالثورات في الزاوية بالذات وفي كل البلاد، نبو مكان خاص من يوجد معرض ثابت، حتى لما يجي زيارات لمدينة الزاوية وكذا كذا يلقوا مكان. واحد من الأماكن اللي بيمشي يزوره زي ما يمشي للمصفى يمشي لأي مكان تاني يزور المعرض هذا متاع المقتنيات خاصة. وصلنا بكم متابعينا الكرام إلى ختام العاصمة، كما يمكنكم متابعتنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك ندعوكم للتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني لبرنامج العاصمة @انبا.tv، كما ندعوكم لموافاتنا بمقترحاتكم ومشاركتكم بأجمل الصور والفيديوهات لنخصص لها هنا معنا مساحة في برنامجنا. شكركم على طيب المتابعة، ألقاكم في موجز لأهم الأنباء على رأس الساعة. إلى اللقاء. We'll be right back.